أنهى نادي ليفربول موسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز بين أندية المربع الذهبي بعدما تفوق على برايتون بأربعة أهداف نظيفة. نجح محمد صلاح في تسجيل هدفا وصناعة آخر خلال اللقاء ليقود فريقه نحو رباعية في شباك برايتون بالجولة 38 والأخيرة من البريمير ليج. وارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 75 لينهي الموسم في المرتبة الرابعة خلف مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام أصحاب المراكز من الأول للثالث على الترتيب.